تأسس مصنع شركة بتر للصناعات الهندسية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في منطقة رابغ سنة 2010. طبعاً كان الهدف من تأسيس هذا المصنع هو البيئة المناخية الاقتصادية اللي بتوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في هاي المنطقة من حيث التنافسية. وإحنا بنحكي قاعدين عن سوق ضخم، سوق المملكة العربية السعودية، وكذلك الأسواق المجاورة من دول الخليج وغيرها. وكذلك واحدة من الأشياء الرئيسية اللي إحنا كمان كنا نطلع إليها من خلال تأسيس هذا المصنع، وإنه الاستمرارية في الوصول إلى أسواق عالمية أخرى. طبعاً إحنا شركة الأم، شركة رائدة على مستوى المنطقة من حيث التصدير. معظم منتجاتها تصدر خارج الأردن إلى دول العالم الأول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مثل أوروبا وغيرها. والهدف الرئيسي من أو الرؤية اللي الشركة تطلع لها وهي أن تكون واحدة من أكبر شركات التكييف على مستوى العالم خلال مدة 10 سنوات القادمة. حقيقة احنا كمان ننظر لهذا المصنع كنواة لمصنع عدة مصانع الشركة من ضمن رؤياها انها تأسسها في المنطقة ويمكن حتى في دول خارج المنطقة في اوروبا وامريكا. طبعا المصنع هنا كمان حصل على العديد من الشهادات العالمية المتخصصة في مجال التكييف والتبريد مثل شهادات الـ AHRI، شهادات الـ ATL، الـ UL، شهادات اليوروبنت، شهادات الايزو 9001، الايزو 14001. الحمد لله حصلناهم كمان بزمن قياسي. علامة الجودة السعودية، طبعا هي واحدة من الشهادات كمان المهمة لاستمرار هذا المصنع بتزويد منتجات راقية ومواصفات عالية داخل وخارج المملكة العربية السعودية. رؤيانا إن شاء الله بتتوسع يوم بعد يوم لتحصيل أو لتحقيق أهدافنا المستقبلية من خلال هذا المصنع اللي هو جزء من منظومة كبيرة إن شاء الله حيكون لها مستقبل كبير وواعد للتصدير لأسواق عالمية أخرى مثل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق أوروبا المختلفة. جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية إنه تجاه هذا المجتمع، تجاه هذه المدينة، إنه ندرب الكوادر السعودية بحيث تصل إلى مرحلة جاهزة للعمل معنا أو حتى مع غيرنا في سوق العمل، مدربين مؤهلين ومحترفين، حتى جزء منهم كان محترفين في مجال تصميم وتصنيع أجهزة التكييف والتبريد المختلفة.